تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حصاد جهود منظومه الشكاوى الحكوميه الموحده بمجلس الوزراء والجهات الحكوميه المرتبطه بها وذلك خلال شهر يوليو من العام الجاري، والتي بلغت 196 ألف شكوى وطلب واستغاثه، ووجه رئيس مجلس الوزراء بضروره العمل المستمر على تنويع وتحسين اليات التواصل بين الحكومه والمواطنين لتلقي الشكاوى والاستفسارات والطلبات بشان مختلف الخدمات الحكوميه عبر منظومه الشكاوى الموحده، وسرعه التفاعل معها والتنسيق مع الجهات الحكوميه المعنيه لبذل الجهود الممكنه لمعالجتها، مؤكدا دعمه لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومتابعة أداء جميع الجهات الحكومية المرتبطة بها